السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله الإخوة الكرام أينما كنتم. في هذا الفيديو الجديد سوف نتحدث لكم إن شاء الله عن العاصمة الثقافية لبيلاروسيا، مدينة فيتبسك. نحن الآن على مدخل العاصمة الثقافية لبيلاروسيا كما قلنا، مدينة فيتبسك. من هذه الطريق نتوجه إلى مدينة فيتبسك التي تبعد عن العاصمة البيلاروسية مينسك بحدود 290 كيلومتر، أي ما يقارب 3 ساعات أو 3 ساعات ونصف الساعة على السيارة أو بالمواصلات العامة. طريقة تعمل البنزين في بيلاروسيا تخدم نفسك بنفسك، تغلق زي كذا، حط الكبسة زي كذا وبتروح تدفع. بعدين بتشوف على الشاشة هنا، ممكن نشوف على شوي. شحننا $20 اللي هو ب20 روبل اللي هو 10 دولار تقريبا، ب20 روبل 12 لتر. وزي ما انت شايف، شوف على الشاشة كيف خلاص سعر البنزين في فيتبسك. هيك بكون شحن لحاله أو عبى لحاله، خلصنا هنا بدون عمال. هذا ما قلنا، نخدم نفسك بنفسك. هذا السكن الجامعي تابع الجامعة الطبية جامعة فيتبسك الحكومية للصداقة العالمية، وبجانبه سكن تابع لجامعة اللغات جامعة مشيرما، اللي الآن راح نشوفه إن شاء الله على الجهة اليسار أو الشمال منا. لحظات ونشوفه بإذن الله تعالى. نحن الآن على شارع الماسكوفسكي. هذا الشارع بيفصل مدينة فيتبسك إلى قسمين، القسم الشرقي والغربي منها. وعلى يدنا اليسار مثل ما أنتم شايفين هذه جامعة مشيربة، جامعة اللغات والأدب. ومثل ما أنتم شايفين هذا البيمش الأحمر، هذا اسمه ترامباي، مشهور بمدينة فيتبسك الترامباي. كما قلنا هذه جامعة مشيربة كما تشاهدون الآن في الجهة اليمنى. نحن الآن موجودون في شارع ماسكوفسكي بالنسبة لمدينة موسكو. هذا الشارع اسمه ماسكوفسكي. في آخر الشارع في نهايته مثل ما الآن أنتم شايفين على جهة اليسار موجود اللي هو المكدونالدز. هو المكدونالدز طبعا الوحيد من المحلات الفاست فود الموجود في هذه المدينة، أنا أقصد في هذا الشارع اللي احنا موجودين فيه، من المحلات أو من الفاست فود المشهور المكدونالدز على جهة الشمال. وإذا ظلينا مستمرين إلى الأمام مباشرة يعني هذه الطريق بتبعثنا على مدينة مينسك العاصمة البيلاروسية. طبعا من أشهر الشوارع الموجودة في فيتبسك هو عبارة عن شارع لينينا أو لينين بالعربي يعني، وشارع الماسكوفسكي، وشارع الفرونزي، والبابيديا. هذه من أشهر الشوارع، غير التشيرنيخوفسكابا وليتشكالا، هذول شوارع مشهورة في فيتبسك. بالإضافة إلى الشوارع الصغيرة مثل سمالينسكي، برافدي، والمكدونالدز مثل ما أنتم شايفين هو على جهتنا اليمين. ما بعرف الصورة واضحة مش واضحة. هي طبعا مدينة فيتبسك تعتبر من المدن الصغيرة في بيلاروسيا من ناحية المساحة أو سنتر المدينة بشكل عام. يتواجد في هذه المدينة معظم الأجانب من الطلاب اللي بيدرسوا بالجامعات الحكومية الموجودة في هذه المدينة، وأهم هذه الجامعات اللي هي الجامعة الطبية الحكومية
اللي هي اسمها جامعة فيتبسك الحكومية الطبية للصداقة العالمية، بالإضافة لجامعة الطب البيطري اللي هي برضو الجامعة الوحيدة الموجودة في بيلاروسيا موجودة في هذه المدينة. لهذا السبب أصلا تسمى مدينة فيتبسك العاصمة الثقافية لبيلاروسيا بسبب وجود عدد كبير من هذه الجامعات. أيضا في هناك عندنا عدة جامعات، مثل لو كنا مكان ما كنا على شارع الموسكوفسكي كان في عندنا عدة جامعات أو جامعتين، أهمها اللي هي جامعة مشيرب للأداب واللغات وجامعة التكنولوجيا أو التكنولوجيا في هذا الشارع. في أيضا جامعات أخرى مهتمة بالبناء والهندسة وهي الأمور في هذه المدينة. طبعا احنا برضو الآن في أحد أو في إحدى الشوارع الصغيرة داخل المدينة، داخل مدينة فيتبسك. طبعا عدد سكان مدينة فيتبسك تقريبا 200 ل 300 ألف نسمة متوزعين بشكل عام على هذه المدينة. أهم الأماكن اللي ممكن الواحد يروح عليها في مدينة فيتبسك هي المولات اللي راح تشوف إن شاء الله الآن صور من ضمنها. المولات معظمها طبعا مشهورة في كل مدن بيلاروسيا، مثل مول الجرين، كورونا، اليوروبت، هذه مشهورة فيها، والجيبا كمان، هذول مولات موجودة تقريبا في كل مدن بيلاروسيا. مثل ما انتم شايفين على يدنا اليمين في محل او سوبر ماركت اسمه فيتبسك برادوكتي، هذا محل خاص بفيتبسك مش موجود في المدن الثانية. نحن الان راح نطلع على شارع السمالينسكي او سمالينسكي اوليتسك مثل ما بينحكى بالروسي. هذا الشارع في اخره على اليمين او عفوا على الشمال بيكون موجود اللي هي الجامعة الطبية اللي حكينا عنها. الان راح نشوف ان شاء الله مع بعض. الاجواء بشكل عام في هذه المدينة مثل اجواء بيلاروسيا، فيها برد تقريبا من 4 إلى 5 اشهر بكون الثلج. الثلج طبعا بينزل وما بيروح، بظل ثابت يعني. ومن ضمن اهم المواصلات قبل ما نكمل عن الجو، على ايدك اليمين هذا بيسموه الترامفاي اللي هو بيمشي على الكهرباء. ونرجع للجو، موضوع الجو تقريبا 5 إلى 6 اشهر بتكون عبارة عن ثلج الجو، بالاضافة لفترة اللي هي الربيع او الصيف بيكون الجو مثل ما انتم شايفين الان، شمس احيانا او غالبا بيكون امطار في هذه الاجواء في مدينة فيتبسك، بعكس مدينة قومل اللي بيكون تقريبا يعني قليل فيها المطر في فترة الصيف، وعكس مدينة مينسك. اهم المواصلات الموجودة في هذه المدينة اللي هي عبارة عن الترامفاي اللي شفناه قبل شوي، الباصات اللي لونهم اخضر هذه الطويلة، والتراليبوس اللي هو برضو كمان بيمشي على الكهرباء، والترامفاي بيمشي على السكك الحديد اللي قبل شوي شفناه، السكك الحديدية. بالإضافة للسيارات الصغيرة اللي هي التكاسي، واللي أكبر منها بشوي اللي هي 11 أو 12 راكب وتسمى باللغة الروسية مارشا روتكا. طبعا الآن احنا بننتهي من شارع سمالينسكي ورح نقطع على شارع الفرونزي. شارع الفرونزي موجود عليه اللي هو الجامعة الطبية، يعني معظم الطلاب اللي بيجوا على الجامعة الطبية بيعرفوا هذا الشارع، اسمه شارع فرونزي. نحن الآن لفينا، الآن نحن لفينا على شارع الفرونزي في مدينة فيتبسك. طبعا قبل ما نوصل الجامعة الطبية راح أكملكم بموضوع المواصلات. المواصلات في مدينة فيتبسك وبشكل عام في بيلاروسيا كثيرة جدا، لأنه معظم الناس معتمدين على المواصلات وأسعارها رخيصة جدا، يعني أقل يعني التاكسي يعني ممكن تطلع فيه وسعره رخيص جدا، تقريبا دولار، دولار ونص، 3 دولارات يعني تقريبا لهذا التاكسي للناس المستعجلين. بس بشكل عام الناس تطلع في المواصلات الحكومية بسبب توفرها وبسبب صغر المدينة، الحجم المدينة صغيرة، وهذا شيء إيجابي جدا للطلاب اللي بهمهم انه ما يضيعوش وقتهم بالمواصلات رايح جاي. يعني المكان اللي بياخذ فيه سكن جامعي
أو عفوا سكن خاص ما فيش أي مشكلة يروح للجامعة، بشكل عام الجامعة مش بعيدة. على إيدك الشمال الآن مثل ما أنت شايف يا عادل، أول شيء هذه البناية اللي لونها جديدة هذه، هذا سكن جامعي برضو تابع للجامعة الطبية. وعلى هاي شايف اللي على الشمال شايفه يا عادل، هذا سكن جامعي. وعلى جهة اليمين برضو في سكنات جامعية صغيرة برضو جامعة تابعة للجامعة الطبية. الآن بتبلش حدود الجامعة الطبية مثل ما أنت شايف، هي بلشنا من جهة الشمال، هذه كلها الجامعة الطبية تبعت فيتبسك، جامعة فيتبسك الطبية الحكومية للصداقة العالمية. هذا أهم المباني الموجودة فيها بالإضافة للمستشفيات. هذا المبنى الرئيسي، المكتبة الطبية، هذاك هو المبنى الرئيسي اللي انتم شايفينه اللي عنده اللي هو شو بسموه الفنتان بالعربي، النافورة، عند النافورة. وهذا هو وهذه هي الجامعة. الآن نطلع على الجامعة جامعة الطب البيطري، تقريبا هم بنفس الشارع. هذا الشارع اللي احنا موجودين فيه اسمه شارع دفاترة، موجود في جامعة الطب البيطري، المبنى الرئيسي فيها هنا، وفي المباني التابعة لهذه الجامعة. طبعا جامعة الطب البيطري عفوا مش مشهورة كثير عند الأجانب، موجود بشكل عام. هي المبنى، هذا شايف هذا المبنى لجامعة الطب البيطري، المبنى الرئيسي. وهي هذا كمان مبنى، الآن تشوف هذا المبنى برضو، هذا المبنى تابع للجامعة الطب البيطري، أو المباني هذه الصغيرة كلها تابعة للجامعة الطب البيطري، أي هذه الجامعة بالبنايات. طبعا البنايات قديمة جدا من أيام الاتحاد السوفيتي وقبل الاتحاد السوفيتي، أعمار الجامعات هنا كبيرة جدا، يعني تقدر تحكي ب50 و60 و70 سنة وممكن أكثر، مثل الجامعة الطبية تبعت فيتبسك من العام 1929 أو 39 والله أعلم. طبعا الآن احنا وصلنا تقريبا من أطراف المدينة، من جهة الغربية للمدينة، تحتنا بالضبط في نهر، هذا النهر اللي احنا الآن على الجسر، النهر اللي تحتنا اسمه نهر فيتبا وحديقة فيتبا هذا الموجود. من أكثر الأماكن المشهورة في فيتبسك اللي ممكن الواحد يروح عليها، اللي هو عبارة عن بارك فيتبا اللي بنحكي احنا عنه، والحديقة العامة تبعت نهر الدوينا، بعدين بنريك صور منها. لو كملنا على يدنا اليمين عادل شو راح يكون فيه؟ راح يكون موجود اللي هو شو راح يكون موجود؟ سمالينسكي ريناك، اللي هو سوق السمالينسكي. طبعا السمالينسكي، كلمة سمالينسكي نسبة لمدينة في روسيا قريبة من فيتبسك اسمها مدينة سمالينسك، فسموا السوق هذا على اسمها، سوق شعبي طبعا هو سمالينسكي ريناك، يعتبر من أشهر الأسواق الموجودة في مدينة فيتبسك، سواء للخضروات والفواكه وهي الأشياء، أو للملابس والأمور الثانية الأخرى والأدوات المنزلية وغيرها. هذا الشارع اللي حكينا عنه، شو اسمه الشارع هذا؟ شارع لينين، أو شارع لينين فيما يسمى بالعربي. هذا الشارع بظل ماشي بوصلنا لساحة البابيدا، أو بالعربي ساحة النصر. على جهتنا اليمين المدينة القديمة بس ما نقدرش نروح عليها بالسيارة. شوف يا عادل على جهة اليمين، هذه الجهة اليمين هنا المدينة، أو مكان اللي الناس بتمشي فيه وبتمشوا فيه اللي هو المدينة القديمة، موجودة كثيرة بس ما نقدرش احنا نمشي فيه لأنه ما فيش طريق بالسيارات، فقط مشيا يعني على الأقدام. لو شفت الشارع هذا عادل مباشرة الأخير، هذا اسمه شارع لينين. على جهة اليمين محل مشهور اسمه ماركا سيتي، هو عبارة عن مول. طبعا هنا احنا الآن موجودين برضو على جسر، تحتنا نهر، نهر تفرع من نهر الدفنا، أو الفرع من إحدى الفروع الدفنا. وعلى جهتنا اليمين اللي هو بتكون، أو عفوا الشمال اللي هو بتكون شارع فرونز اللي قبل شوي حكينا عنه بالنسبة للجامعة الطبية، وعلى اليمين اللي هو الشارع اللي بيروح على محطة القطارات اللي هي ممكن تطلع فيها على العاصمة وأماكن ثانية. على جهة الشمال هذا كمكان مسرح، شايف يا عادل على جهة الشمال
هذا مسرح اسمه مسرح أمفي تياتر، وعلى اليمين هذا محل اسمه ماركا سيتي أو البيراميدا، البيراميدز شكل هرمي بيسموه ماركا سيتي. ومنكمل طريقنا إلى ساحة النصر. الآن راح نوصل لساحة النصر تقريبا. شوف كيف عادل الجو كيف تغير، كان قبل شوي شمس الآن تغير تقريبا، صار أصبح الجو تقريبا شبه غائم، والله أعلم أنه راح يكون فيه مطر. طبيعة الجو في فيتبسك كذا بكون، هو بتقلب بشكل سريع جدا، يعني أنت لو شفت في بداية التصوير كان الجو مشمس. الآن احنا تقريبا راح نوصل لساحة النصر مثل ما انتم شايفين، طبعا مش راح نوصل لأنه هنا السيارة بدأت تلف على اليمين أو في الشمال، وإحنا واقفين في المكان أو نستنى ما في مشكلة. طبعا مباشرة يا عادل لو تشوف هناك، في هناك محل أو مول كبير اسمه مول ترغوفيت سنتر بيلاروس أو مول بيلاروس، على اليمين على الشمال شايفون الساحة، قرب حاول قرب هناك، هذه اسمها ساحة النصر. بالعادة بتصير الاحتفالات والأشياء والأعياد بتصير في هاي الأماكن، بيحتفلوا فيها في هذه الأماكن. على الجهة اليمين في هنا نافورات كثيرة يعني كبيرة، والأماكن الموجودة فيها اللي هو الأدوات الحربية اللي شاركت في الحرب العالمية الثانية. لو ظلينا ماشيين لقدام شوي وعلى يدنا الشمال بكون اللي هو بداية شارع المسكوفسكي اللي قلنا عنه، إيش موجود فيه على شارع المسكوفسكي؟ جامعة مشيرة وجامعة التكنولوجيا أو التكنولوجيشيسكا والتكنولوجيا يعني. خلي الإشارة تفتح ونكمل حوار. هذه الساحة مثل ما حكينا ساحة النصر، هذه الساحة مشهورة طبعا مثل ما حكينا بالأماكن اللي بتكون فيها أعياد أو كذا بيحتفلوا في هذه الأماكن. أنت رابط الحزام صح؟ شوف الشرطي رابط الحزام صح؟ الأمور كلها تمام وتحت السيارة. طيب جميل جدا. اللي قدامنا هذه من إحدى الوسائل المواصلات اللي حكينا عنه اسمه تراليبوس. على جهتك اليمين سفارة لاتفيا، شايف هذه على جهتك، هذه سفارة لاتفيا إحدى سفارات الاتحاد الأوروبي أو قنصلية عفوا، السفارة موجودة في مينسك، هذه القنصلية. الآن راح نتوجه إن شاء الله لمكان الموجود فيه السيارات الحربية، سواء الطائرات الدبابات اللي شاركت في الحرب العالمية الثانية. ونشوف معا الأشياء الموجودة عندهم. هذه الحديقة اللي حكينا عنها الموجود فيها اللي هي الأدوات أو الآلات الحربية اللي شاركت في الحرب العالمية. شوف يا عادل، شوف هنا الدبابات شايفهم، هنا الطائرات مثل ما انت شايف، هذه الأشياء اللي شاركت في الحرب العالمية الثانية، ظلت الآن حطوها مثل متحف مفتوح للناس تشوف الأشياء اللي شاركوا أو الأشياء اللي شاركت. هذا الشارع اسمه شارع كالينينا، على جهة الشمال منه اللي هو نهر دفينا من أكبر الأنهر الموجود في مدينة فيتبسك. من الأشياء الموجودة أرض أيضا في وسط المدينة اللي هو فندق فيتبسك. طبعا الفندق عبارة عن ثلاث نجوم اللي هو أمامنا. طبعا هذا المول اسمه مول البيراميدا أو البيراميدس أو البيراميد أو الهرمي،
اللي شفناه قبل شوي من الجهة الثانية، هذا من الجهة الخلفية، واللي قبالنا هذا عبارة عن مول، أو عفوا مش مول، اللي هو الفندق فيتبسك. شايف يا عادل؟ فندق فيتبسك. سعر الفندق 50 روبل باليوم، اللي هو 25 دولار. هذا أنا الآن جينا عشان عادل يعزمنا على شو اسمه، على كاسة شاي ولا على كاسة مي، على البيراميدا. شو البيراميدا يا عادل بالعربي؟ أحسنت صنعا وعملا. طبعا هنا إيش موجود يا عادل؟ قلت اللي إحنا قلنا المكدونالدز موجود بالجهة الثانية في الماسكوفسكي هنا. العام برجر كينج، البرجر كينج كروتش، البرجر كينج هنا موجود، غير البرجر كينج في هنا الكي اف سي، بس مش عارف وين موجود. انا ما في كي اف سي موجود، بس موجود في مينسك. في مينسك، يلا خربطنا، ما في مشكله. وهذه البيراميدا. وهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اللي عنده اي سؤال او اي استفسار ممكن يكتب لنا او يسال عادل عن هذا الموضوع. طبعا عادل ما يفقه شيئا هنا في هذا الموضوع. لا اسال عادي، ما عندكم اي مشكله. اسال تحياتي لمن دمر حياتي. السلام عليكم.